بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نتحدث معكم اليوم عن أول متحف للآثار المصرية في مصر، وهو متحف بولاق، والذي يعد النواة الأولى للمتحف المصري بالتحرير. وسوف نتعرف على ظروف إنشاؤه ومن أنشأه وكيف كانت نهايته. فضلا وليس أمرا، ابقوا معنا حتى النهاية. في عام 1880، وكان ذلك في عهد الخديوي توفيق، صدر مرسوم 19 مايو يحظر تصدير الآثار نظرا لتزايد أعداد الأجانب الذين يغادرون البلاد محملين بأجزاء انتزعوها من حضارتنا على شكل قطع أثرية متفاوتة الأحجام والأشكال، بعضها نادر لا يعوض لدرجة تجعل عودته لموطنه الأصلي من المستحيلات. وبموجب هذا المرسوم حظرت الحكومة أي تصدير للأشياء التي تدخل في إطار المصريات القديمة. ولقد ورد بالمرسوم أمثلة لها، بأنها السبائك الذهبية والنقود والنقوش القديمة، ثم أضافت عبارة جامعة مانعة بمفاهيم هذا الزمان، ألا وهي بصفة عامة الأشياء التي لها ذات صلة بطبيعة الأشياء المودعة بمتحف بولاق. وكان هذا المتحف الذي يسمى متحف بولاق، وكلمة بولاق تعني باللغة الفرنسية البحيرة الجميلة أو الرائعة. وكان هذا المتحف النواة الأولى للمتحف المصري الموجود بالتحرير الآن، وله قصة تستحق أن تروى. فقد بزغت فكرة إنشاؤه بعد فك رموز حجر رشيد الذي عثر عليه جندي فرنسي بالمصادفة في قلعة رشيد أثناء حفر خندق لمواجهة الإنجليز، وأرسلت منه نسخة طبق الأصل إلى باريس لفك رموزه. وذهب الحجر الأصلي بعد ذلك إلى لندن بموجب المادة الثالثة من معاهدة أبرمت بين إنجلترا وفرنسا، أجبرت فيها الأولى الثانية على ترك كل مكتشفاتها من الآثار لصالح الإنجليز. وكان متحف بولاق على مدار سنوات طويلة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبارة عن بيت صغير من طابق واحد يقبع بالقرب من بركة الأزبكية القديمة بالقاهرة، وسمي متحف الأزبكية في وقت من الأوقات كعادة المصريين في إطلاق مسميات غير رسمية على أماكن كثيرة. وفي عام 1848 أمر محمد علي باشا، وكان ذلك قبل انتهاء ولايته بشهور، بتسجيل الآثار المصرية الثابتة به ونقل الآثار المنقولة ذات القيمة الفنية العالية إليه. ومرت 10 سنوات على أمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار الثابتة ونقل المنقولة منها والمهمة إلى هذا المتحف دون تنفيذ، حتى تم تعيين عالم الآثار الفرنسي أوغوست ماريت عام 1858 مأمورا لأشغال العاديات ما يعادل رئيس هيئة الآثار حاليا، والذي رأى أنه لابد من وجود إدارة جدية للآثار المصرية بعد تعاظم معدلات السرقة والتنقيب والحفر الجائر، وأن يكون هناك متحف للآثار يعكس المعنى الحقيقي للكلمة. فاختار منطقة بولاق أيضا وأنشأ بها المتحف، ووضع بها جانبا من مكتشفاته من الآثار المصرية القديمة من خلال البعثة الفرنسية التي كان يرأسها. أما بقية مكتشفاته فقد نقلها إلى فرنسا، حيث استقرت في متحف اللوفر بباريس. وهو أمر طبيعي، فماريت جاء إلى مصر كمغامر باحث عن الآثار بعد أن كان يشغل وظيفة مساعد رئيس القسم المصري بمتحف اللوفر عام 1849.
قد دخل مصر عام 1851 بهدف شراء لوحات قبطية لمتحف اللوفر، وهذا الرجل يصفه كثير من المؤرخين باللص التائب، باعتباره أنه سرق وهرب الكثير من الآثار المصرية، إلا أنه في النهاية حفظ ما تبقى بالمتحف بعد أن كان صاحب الفكرة الأساسية لإنشائه، إلا أنه وفقا لهذا الرأي يمكن القول أيضا بأنه ما لم يتمكن من نقله حفظه بالمتحف، وعلى أنه رفض طلب الإمبراطورة أوجيني عندما طلبت الاحتفاظ لنفسها بمجموعة الآثار الفرعونية التي عرضت بالمتحف العالمي بباريس وقت أن كان الخديوي إسماعيل يحكم مصر. وفي عهد الخديوي إسماعيل قد تم إقرار مشروع إنشاء متحف مصري للآثار في عهده، ولكن المشروع تعثر لسنوات طويلة ربما لحساب مشروعات أخرى أكثر منه أهمية. وقبل أن يرحل الخديوي إسماعيل أعطى للعالم الفرنسي ماريت حق استغلال عربخانة أمام دار الأنتيك خانة في بولاق ليتمكن من توسعة المتحف. وفي عام 1878 ارتفع فيضان النيل حتى أغرق متحف بولاق، وضاعت بعض محتوياته في قاع النيل أو سرقت تحت جنح الظلام بأيدي السارقين. وتولى العالم مزبيرو إدارة مصلحة الآثار المصرية للمرة الثانية عام 1899، وطوال هذه الفترة كان فكرة إنشاء متحف تطوف بأذهان الأثريين الأجانب، حتى خرج المتحف المصري إلى النور في موقعه الحالي عام 1902، وذلك في عهد الخديوي عباس حلم الثاني. وفي آخر الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا لكم حسام عرفان.